الحالات اللي سجلت في الجزائر إلى حد الآن حالات من الخارج، مش الكل من الخارج. العائلة اللي صبناها في الجزائر كانت على اتصال من الحالة اللي جات من فرنسا، دونك ما عندناش انتشار محلي هنا. هما جزائريين كانوا في الخارج وجاو حاملين للفيروس، كان حامل عنده أعراض راح يكتشف من المطار. لا، إذا كان ما عندوش أعراض ما تقدريش تكتشفيه من المطار. أعراض جاو للمصلحة، صح في المصلحة عليه نقول لك بلي نشكر بزاف البيرسونيل دو سونتي، لخاطر كي يدير الانتيغوغاتوار يقول لهم منين جيتو ومنين هكا ويعرف لا ديفينيسيون دو كا. نقولوا الحجر الصحي، يعني علاش الحجر الصحي؟ لما نشوفوا بلي ناس هما غير حاملي للفيروس وخاطي مرض، يعني قادرين لما نشوفوا في دول وحيد اخرين يقعدوا في ديارهم، ولكن علاش حنا قلنا باش يقعدوا في المستشفى؟ لي باش زعما نمنعوا انتقال العدوى، باش ما تكونش هو افتشاء للمرض هذا. على بالنا بلي حنا نعرفوا كيفاش نعرفوا الناس، تكون في الدار وتقول راهو جا وراهو مريض، يجيو الناس يطلعوا عليه. الانسان هذا ما راحش يقعد في الدار، يقول لك نقعد في الدار ويخرج، ربما يخرج يروح المسجد، ربما يخرج يروح يقضي، يقلق يضيق روحه. دونك ولما يخرج يقدر ممكن يعدي الناس. في المستشفى رايحين نديروا له التعيير تاعو، نتبعوه، يعني الاطباء يتبعوه اذا كان هناك اعراض ظهرت عليه. اذا كان الفيروس ما بقاش في جسمه راح يروح لدارو. نظن يعني لازم يكون هناك تفاهم المواطنين باش يقولوا الفايده تاع الحجر هذا. لازم يكون يعني اذا كان هناك تخوف نورمال، يعني حاجة جديدة جات علينا وما نعرفوهاش مليح نتخوفوا منها.